بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الفيديو السابق عن نظام الكونفنشنال تليفون سيستم، هنتكلم المرة دي ان شاء الله عن الاي بي سيستم والفروقات فيما بينهم. الاي بي تليفون، اولا مكونات الاي بي تليفون سيستم. الاي بي تليفون هنتكلم عن الكيبلز والسويتشز والاي بي بيكس اللي هو السنترال بتاع الاي بي. الاي بي تليفون هو تليفون يشبه التليفون العادي، لكن التوصيلة بتاعته بتبقى على شبكة الإيثرنت، على شبكة الداتا. يعني ايه؟ نرجع تاني، يعني التليفون ده مش بيتوصل بخط التليفونات اللي بيجي من بره اللي هو 2 جوز او 4 جوز، لا، هو تليفون بيتوصل على الشبكة، بيتوصل بكابل CAT6، تمام؟ وده المداخل بتاعته. كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو الداتا عن حاجة مهمة جدا، وهي كيفية توصيل الداتا الكمبيوتر والتليفون على كابل داتا واحد. قال لك كابل الداتا اللي بيجي من السويتش بيدخل في البداية على التليفون في المكان ده في اللان. الكات 6 اللي بيجي من السويتش من الداتا راك لغاية الحيطة، الوول مونتد اوتلت، الوول مونتد اوتلت بحط باتش كورد لغاية التليفون اللي هو بمتر او 3 متر، بدخل هنا، ومن التليفون بعمل باتش كورد بروح بيه على الكيسة. الاثنين على كابل داتا واحد، الاثنين على كابل داتا واحد. في حاجة في البروتوكول بتفهم انه دي مكالمة او ده اتصال بالشبكة عن طريق الكمبيوتر، تمام. هلاقي هنا برضو عندي ده السماعة بتتوصل هنا، او لو انا عايز اعمل هيدفون عادي بدل السماعة واتكلم يبقى هنا. من مزايا الاي بي تليفون، ما هوش تليفون عادي بيستقبل مكالمات وبيرسل مكالمات بس، لا، هو تليفون بقدر عن طريقه اعمل كونفرنس يعني فويس، بقدر اتصل بكم تليفون كلهم يكلموا بعض في نفس الوقت. بيبقى في جوا مزايا تانية ان هو بيحفظ ارقام معينة وبيعمل وبيسوي، لكن الاهم منه بكتير انه في منه انواع بتتكلم فيديو كول، بيبقوا 2 تليفون فيهم هنا كاميرا وبتبقى شاشة تاتش كبيرة مفيش زراير، وبتقدر عن طريقه تطلب الرقم وتعمل فيديو كونفرنس، بتكلم فيديو. اهم من المزايا دي كلها، قال انا في مكتب اداري، لو انا في مكتب اداري وعندي تليفونات عادية، عشان اشيل العدة، انا مش كل عدة بتبقى واخدة رقم. يعني انا قاعد على مكتبي ببقى رقم في السنترال رقم 1، والمكتب اللي جنبي رقم 2، واللي بعديه رقم 3. عشان انا كمهندس عدنان لو انتقلت على اوضة تانية، عشان الناس تطلبني لازم يتغير رقمي من رقم 1 للرقم الموجود في التليفون المكتب التاني. لكن في الاي بي تليفون لا، الرقم التليفون بيتسجل في الكونفيجريشن داخل التليفون ده نفسه، فانا بديله اي بي ادرس. كل تليفون هنا بياخد اي بي ادرس عشان هو بيتصل بشبكة الايثرنت، شبكة الداتا. التليفون ده بيبقى متخزن جوه الاي بي بتاعه 192.168، رقم الشبكة مثلا لو قلنا 2، رقم التليفون ده 10. التليفون ده هشيله واحطه، اخده معايا واحطه في المكتب التاني في الاوضه التانية، هيفضل على نفس الرقم، الناس هتطلبني بنفس الرقم في الشبكه الداخليه في المبنى اللي انا فيه، هيتصلوا بيا من غير تغيير في الارقام. مش بس كده، حاجه اعلى من كده، قال انا ممكن اخد التليفون ده واروح بيه امريكا واوصله بالانترنت والناس تطلبني عليه على نفس الرقم، لكن ده بشرط واحد، بشرط انه انا بحجز عند شركه الاتصالات حاجه اسمها ستاتيك اي بي، بحجز من عندهم كل شهر بدفع فلوس عشان انا حاجز ستاتيك اي بي. الاي بيهات العاديه اللي عندي كلها بتبقى دايما دايناميك اي بي. يعني ايه؟ يعني اي بيهات بتتغير كل ما برستر الجهاز اللي بيكريت الاي بيهات، لكن لو ستاتيك اي بي ده اي بي خاص شركه الاتصالات بتشتريه من الهيئه الدوليه للاتصالات، بتشتري مجموعه من الاي بيهات الثابته وبتبيعك، بتأجر لك الاي بي ده في كل شهر بتدفع فيز عليها عشان تقدر
تاخد الاي بي الثابت ده، فالتليفون اللي معاك اللي هو مثلا بيتكلم فيديو كونفرنس بتروح بيه انت كبرانش مانجر او انت المانجر الكبير، لو انت سافرت اي بلد بيبقى معاك التليفون ده، بتوصله بالانترنت مباشر وبتكلم بيه شركتك من غير اي رسوم على الاتصال الدولي. لا هو بيبقى متصل، بيروح على الشبكة الداخلية مباشرة، بيتصل بالسنترال والسنترال بيتصل بالتليفونات التانية، ودي اهم ميزة في ميزات الاي بي تليفون. زي ما اتكلمنا هنا عن التوصيلة بتاعته، التليفون ده بيبقى بياخد تغذيته من واحد من اتنين، يا اما في عندي ادابتر فبوصل له بكابل يو اس بي او بكابل بيبقى جاك عادي على حسب التليفون، يا اما بيبقى بي او اي زي ما اتكلمنا عن الباور اوفر ايثرنت. هنا السويتش بيبقى سويتش بي او اي، بيخرج التغذية، التغذية دي بتدخل في التليفون فبتشغله. وهو الكابل زي ما اتكلمنا ان هو كابل كات 6، والار جي اللي بيدخل فيه البن ار جي 45، مش زي التليفونات الكونفنشنال التقليدية بيبقى ار جي 11 باتنين طرف او باربعة طرف. طيب التليفونات دي زي ما اتكلمنا كلها بتتوصل على بي او اي سويتش زي ما احنا شايفين. البي او اي سويتش ده ايه اللي هيخلي التليفونات دي تتكلم ببعضها؟ السنترال، سنترال اي بي. تاني هنا التوبولوجي بتاعي، التليفونات الاي بي كلها بتتوصل على الشبكة زي ما اي كمبيوتر بتوصل على الشبكة، او زي ما الكمبيوتر بيتوصل من التليفون. تمام، لو عندي سنترال داخلي صغير لكن من النوع الكونفنشنال، بلاقي السنترال ده بيوصل شوية تليفونات وفاكسات وبيتربط هو نفسه على الشبكة عشان التليفونات دي كلها تبقى في شبكة واحدة. السنترال الاي بي هو ده السنترال اي بي، بيبقى اصغر حجمه كتير من السنترال العادي، بيختلف عنه اختلافات جذرية. وفي انواع من السنترالات بتبقى هايبرد، بيبقى جزء منه بيتوصل تليفونات عدد عادية وجزء منه بيبقى شبكة هنتكلم عنها. هو ده شكله السنترال، شوف صغير زي ما احنا شايفين انا ماسكه في ايدي، بيقول لي انه انا موصل، انا عندي اقدر اتصل باتنين لان، يعني اقسم التليفونات عندي لشبكتين مختلفتين. هو ده شكله من ورا، دي مروحة التغذية، هو صغير قوي. وده شكله من جنب، وهنا التوصيلات كلها، بوصل عليه يو اس بي او اس دي كارد عشان لو انا هسجل مكالمات، في خاصية اني اقدر اسجل مكالمات وتتثبت كلها على الاس دي كارد. بوصل السنترال ده بالشبكة بالسويتش عن طريق واحد من اتنين كابلات ايثرنت. لو انا عندي اتنين لان هعمل كونفيجريشن في في لان، او انا هيبقى عندي كل التليفونات في لان واحدة فهوصل هنا الكابل ده بالسويتش عن طريق البورت اللي هو ده، البورت ده بيبقى جيجا بايت ايثرنت. طيب اتنين دول بيبقوا الخطوط الحية ودي الخطوط الخارجية. قال انا باجي بخطوط خارجية، واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع خطوط خارجية، يبتدي هو يوزعهم على خطوط داخلية. هنشوف البروشور بتاعه بيقول انه الموديل ده ايه خصائصه. قال لك الموديل ده اتنين لاربع خطوط خارجية وفي خطين اللي هما اللايف لاين. تمام، بيخدم على 500 يوزر، ده شيء عظيم جدا. كنا شفنا في الكونفنشنال ان هو اخره 128، في انواع معينة 256، لكن عشان اخد يوزرز اكتر من كده لازم اربط اكتر من سنترال ببعض. لا هنا امكانية الربط اسهل في السنترالات وعدد اليوزرز اكبر. طبعا النوع ده من جراند ستريم، مش حاجة تانية. جراند ستريم هي شركة امريكية ممتازة متخصصة في الموضوع ده. قال لك ده بيسمح لي 30 لـ45 مكالمة وممكن 25 مكالمة جماعية مع بعض، مخرجين بي او اي ايثرنت. واهم حاجة في الجراند ستريم ان هم مش حاطين رسوم على اليوزرز بتاعة التليفونات. قال لك شركة باناسونيك، شركة باناسونيك عاملة موضوع تجاري بحت، وهو انه السنترال بتاعها
بيبقى سنترال بوكس كبير، وجوه السنترال 4 كروت، كل كارت بيشيل من 16، في كارت 16 وفي كارت 24 يوزر. لما تيجي انت عايز تفعل اي يوزر، قالك لازم تشتري منهم يوزر نيم وباسورد لكل يوزر، فده بيبقى طبعا في التكلفة. اما هنا فما فيش اي رسوم على ال 500 يوزر دول كلهم. في الباناسونيك زي ما اتكلمنا، قلنا هنا في انواع هايبرد، يبقى الاي بي بيكس بتاعها هايبرد. يعني ايه؟ يعني اقدر احط كارت كونفنشنال وجنبيه كارت اي بي. الكارت الاي بي بيتوصل على طول بايه؟ بالايثرنت على السويتش والتليفونات اللي بتتوصل بيه. يعني هنا خلينا نتكلم عن الشرح على الرسم، التليفونات او الفاكسات او اي حاجة هتبقى على الايثرنت، ده على كارت او 2 او 3. وفي كارت خاص بالكونفنشنال، ده الاي بي. كارت خاص بالكونفنشنال ممكن عدد عادية تتوصل بكابل تليفون عادي عليها، فبيبقى بياخد لو عندي شوية عدد قديمة بشتري لها كارت كده وبشغلها، وباقي العدد بخليها اي بي. كل حاجة ليها مميزاتها وعيوبها. وهنا برضو ده السنترال بتوصل بيه ايه؟ على الايثرنت. الايثرنت بتوصل عليه بي سي او اي بي تليفون او سيرفر، كلهم بتوصلوا على الراوتر وبيطلعوا على الانترنت على الكلاود عندي. ده النوع الهايبرد. نتكلم هنا عن التوبولوجي بشكل كامل، اوفر فيو للموضوع. تعالوا نتكلم. بيبقى عندي التليفون ده بيجيله خط انترنت من السويتش لغاية عنده، ومن التليفون ده بدي للكيسة بتاعت الكمبيوتر. السويتش ده بيتواصل معاه ايه؟ بيتواصل معاه اي بي بيكس اللي هو السنترال بتاعي. السنترال بتاعي بعدين بيتوصل بيه بالخطوط الخارجية لشركة الاتصالات، او انا بيبقى عندي السويتش ده بيبقى برضه متوصل بالراوتر والفاير وول، ودول بيطلعوا على الكلاود. فبتبقى الاتصالات دي يا اما بتروح على الخطوط الخاصة بشركة الاتصالات، او بتروح على الانترنت لو انا عايز اتكلم بمكالمات خارجية. وبكده ان شاء الله اتكلمنا عن كل الامور النظرية بين الاي بي تليفون والكونفنشنال تليفون. الجلسة الجاية ان شاء الله هنتكلم عملي على الكاد، وبرضو لو في اي ملاحظات او في اي اسئلة ممكن نرد عليها على الكاد في الفيديوهات القادمة. خليكم معنا وان شاء الله متابعين.